وانت في بيتك. اوعى تكون زعلان مع المدام، اوعى تكونوا خبطتوا في بعض النهارده ولا امبارح ولا قلت امبارح عشان اتفصلت من الشغل. اوعى تكون رب اخر عليك حاجه معينه وللاسف اللسان مفيش كنترول فيه. نضبط فمه ولسان يا رب، ما احنا سمح لنا الرب بالظروف دي كلها عشان نختبئ، عشان نذكر اخوتنا اخواتنا، عشان نذكر المقيدين كاننا نحن المقيدين. فكر في ذات الاصحاح اللي بتحدث فيه في اللحظه الاخيره دي، اذكر المقيدين. يقول لا تنسوا اضافه الغرباء. عارفين اضافه الغرباء جايه ايه؟ اغاثه الغرباء، اغاثه. ياه، زي ما بتستغيث بيه ولا تهتم بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر تعلم طلباتك من الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل. بص، يحفظ يعني يصون. استغثت بك فشفيتني. يشفيك الرب. عندك كورونا يشفيك الرب، وتخوف من الكورونا يحميك الرب. عايش في مجال طبي ايا كان هذا المجال، ما تخافش انت محفوظ، ولو سمح الرب انت الرب هينجيك. ولو تأنى الرب وضمنا اليه، تأكد ذاك افضل جدا. احنا ما نخافش الموت اطلاقا، الموت هو ربح لينا. عشان كده سلام الله بيفوق كل عقل، يديك سلام. ما تخافش من اي امور ارضيه زمنيه، ما تفكرش في ماضي والامات الماضي.